مجازر وقوافل من الشهداء، قصف وحشي، صوت آلات الموت يختلط مع صرخات الموجوعين على فراق ذويهم ومع أنات الجرحى والمصابين، اعتقالات وتدمير، نزوح وهرب من الموت إلى الموت، دموع من هول الألم والمعاناة تتحجر في العيون، ودماء تسيل على أرض يملأها الخراب والدمار، قلوب مكلومة تناجي الله وتشكو إليه. تلك هي بعض التفاصيل اليومية التي يعيشها أبناء قطاع غزة في ظل استمرار الصلف الصهيوني وعدوانه المتواصل منذ 7 أكتوبر، ظروف إنسانية تزداد قساوة في ظل استمرار نقص الغذاء والدواء والماء، المزيد من الانهيار في المنظومات الصحية في ظل ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى إلى ما يقارب من 130,000، وعشرات المفقودين تحت ركام منازلهم معظمهم من النساء والأطفال. أكثر من 9,000 شخص تم اعتقالهم منذ 7 أكتوبر، حصيلة قابلة للزيادة وأرقام تزداد كل يوم مع استمرار الكيان الصهيوني وتماديه في جرائمه غير آبه بأي قانون دولي أو عرف إنساني، ومع استمرار رفضه لجهود الوساطة التي تسعى لوقف إطلاق النار. أبرياء عزل نزحوا مجبرين من منازلهم متجهين إلى مناطق زعم العدو أنها آمنة، لكن لأن هذا الكيان ديدنه الغدر والخيانة قصف خيامهم وأحرقهم بداخلها. كان آخرها مجزرة مواصي خان يونس ومجزرة النصيرات، والتي خلفت عشرات القتلى والجرحى في فصل جديد من فصول التصعيد الذي يقوم به هذا الكيان، ويستهدف فيه تجمعات ومراكز إيواء النازحين، وخيار يلجأ إليه كلما أفلس بنك أهدافه وأوجعته ضربات المقاومة الفلسطينية، والتي ورغم فارق الإمكانيات إلا أنها استطاعت أن تكسر شوكة هذا الكيان، وأبطلت رواية الكيان الصهيوني عن نفسه بأنه القوة التي لا تقهر. فأظهرت ضربات المقاومة هشاشة هذا النظام الذي يحتمي بأنظمة غربية، ولولا ذلك لانتهت خرافة اسمها إسرائيل منذ أمد بعيد. ستبقى الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تجسيدا حيا للألم الإنساني والغطرسة الصهيونية ووصمة عار في جبين الإنسانية.